السلام عليكم أصدقاء صفحة سيدي رحال الحاوي الزمان. أولا من هذه القمة ديال جبل أنغمر للعلو ديالها 3892، تنقدم واحد التحية للصديق ديالي يعني أحمد الطاهري. أحمد الطاهري شغوف حتى هو بالرياضة ديال التسلق ديال الجبال والمغامرة، واحد الإنسان صراحة استفدنا منه الكثير، تعلمنا الكثير، وباقي تنستفد منه وتعطينا معلومات تبارك الله ما شاء الله. وكما وعدتكم دائما نقربكم من القمم ديال الاطلس الكبير المطلع على سيدي رحال والحوز الزمران. بالنسبه سيدي رحال، المهم هذه القمه تبان سيدي رحال وبالضبط يعني في يعني من التجزئه ديالها من نزل تحت، يعني زمران راه في الاتجاه ديال زمران كامل. دابا غادي نقربكم بالنسبه للانغمر، طلقنا ليها سيدي رحال مراكش اسني تشتيت وطلعنا الانغمر، ودابا غادي نحاول نقربكم لواحد المنظر بانورامي. قلت لكم سيدي الحال في الاتجاه بلاتو ياغور، جبل ملتن، جبل ادرار تيشت، تستويت لوباح، هذا هو جبل الرجوط، جبل بورجنيفو، تسكن هنا واحد شويه اللي غادي يبان لكم على الرقمه، غادي يبان لكم الجبل ديال الغمر ديال تامدا، غادي يبان واحد شويه في هذا الاتجاه جبل رات وجبل تيغنوستي. غادي نجيو هنا استفاد مرة هي تبع في هذا الاتجاه، غادي ندورو لهنا باش نقول لكم القمه ديال افروان اللي كنت نقلت لكم قبل، ازرو يساون تيزي نوراي. هنا غادي نجيو لهذا الاتجاه، هذا هو الطرقان، هذا هو ايور ويغنوان اكسوان قرية تشتير، طلعنا منها هادي. غادي نجيو تاني لهذا الاتجاه، غادي يبان لينا هذا هو جبل انقر، قمة جبل ديال وكيمذن، ها هو السد ديال سد شنو خرجت لي سميتو سد اش تاكر كوستي حتى يدير خرجت لي سميه. غادي نجيو لهذا الاتجاه، هذا هو ادرار نوع الطار، ادرار نوع الطار تيزي نوع الطار، هذا هو جبل توريتني اكيس تير سافين، وهذا هو استفاض ماء. تحية لكم وفرصة أخرى إن شاء الله نقربكم من قمم أخرى إن شاء الله. وهو السي حسن تحييكم الرياضة الجبلية اللي بيجي. السي حسن مرحبا بك في قرية تشديد. الله يحفظك السي حسن، مرحبا. أيوة.